من واشنطن ينضم إلينا سكوت أولينجر، الضابط المتقاعد في وكالة الاستخبارات الأمريكية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سكوت. أي الفرضيات ترجحها أكثر وفقا للمعطيات الموجودة ولشكل الحادث وما تم نشره؟ هل هي عملية استخباراتية؟ بالتأكيد عملية الاغتيال هذه كانت عملية استخبارات، سواء تعلق الأمر بزرع قنبلة في وقت سابق أو صاروخ تم إطلاقه. هاتان الطريقتان كلاهما تمثلان نشاطا استخباراتيا مكثفا، وبالتالي في هذين السيناريوهين فإن دور الاستخبارات أساسي. لا نعلم كيف تم الهجوم. بالنسبة لإسرائيل فيتستفيد أن يعتقد الإيرانيون أن ما حدث كان قنبلة زرعت في الشقة، وهذا يؤدي طبعا إلى تعقب للجواسيس وانتشار الشكوك في الوحدات الأمنية الإيرانية، لأن الجميع يصبحون في حالة قلق بالغ بسبب الشكوك التي تدور. وإذا كان الأمر عبارة عن صاروخ أو قنبلة فهذا يعني أن هناك جاسوس قام بذلك، أما إذا كان الأمر يتعلق بمسيرة فهذا يتطلب جهودا إلكترونية كبيرة، ولكن لتدمير وقتل هنية في الطابق الرابع وترك الطابقين الثالث والثاني دون أي دمار، هذا طبعا يعكس الطريقة التي تمت بها العملية. وهي الطريقة التي تذهب إلى أنها مسيرة أم صاروخ أم قنبلة تفجرت في داخل الغرفة؟ أميل الاعتقاد بأن الأمر كان يتعلق بصاروخ، لأن السيناريوهين الآخرين بالنسبة للقنبلة أن يكون هناك رجل أو عميل على الأرض هي مسألة غاية في الصعوبة وتتطلب الكثير من التخطيط. ناهيك أنه لم يكن هناك تأكيد بأن هنية سيكون متواجدا في الغرفة التي تزرع فيها القنبلة. أميل إلى أن ربما هناك مسيرة أطلقت الصاروخ، وصاروخ ربما هو لم يكن لديه رأس متفجرة، لأنه لو كانت لديه رأس متفجرة لكانت الأضرار أكبر بكثير. طيب سيد سكوت، موضوع العمل الاستخباراتي اليوم، أن تقوم إسرائيل بهذا العمل ويكون لديها كل هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، هل يقتصر هذا الجهد الاستخباراتي فقط على إسرائيل؟ وهل المعلومات التي لدى إسرائيل لا توجد لأي جهاز استخباراتي آخر؟ سؤال وجيه للغاية. ثمة عدد محدود جدا من البلدان القادرة على القيام بهذا النوع من العمليات، هي الولايات المتحدة وإسرائيل ولحد حد أقل الصين وروسيا، هما أيضا قادرة على عمليات معقدة كهذه. هناك تخطيط كبير لتنفيذ عملية كهذه، وهذا يشير أيضا أنه لو تعلق الأمر بصاروخ فإنه أطلق على الأرجح من مسيرة أو طائرة، ولكن أكثر ترجيحا هي المسيرة التي اخترقت الأجواء الإيرانية دون أن يتم رصدها. وكما قلت فسيناريو التفجير يركز على عملاء على الأرض، بالإضافة إلى ضرورة وجود إيران يقوم بزرع القنبلة. هذا أمر ممكن لأنه الكثير من العناصر في المجتمع الإيراني يكرهون نظام الملالي ويرغبون في التعاون مع أطراف خارجية. هذا أمر ممكن لكنه أقل ترجيحا. أميل إلى ترجيح استخدام الصاروخ في الهجوم. هناك من يقول بأنه هذا لم يكن ليتم، هذا الاغتيال أعني بهذه الدقة، لو لم يكن هناك نوع وجود تآمر إيراني في هذه القضية، وهذه فرضية. إلى أي حد أنت مع هذه القراءة؟
هذا أمر وارد. لو نظرنا إلى سيناريو الانفجار، هذا طبعا يتطلب تعاون عناصر إيرانية لربما تأكيد تواجد هنية في الغرفة، ولكن استخدامه للهاتف المتحرك ربما جعل إسرائيل تتأكد من وجوده، ولكن بالتأكيد هذا يتطلب ربما في حالة القنبلة تعاون عميل على الأرض. وقد أشرتم إلى الحرس الثوري الإيراني وحمايته للمبنى، فلذلك هناك حاجة لعمل دقيق ومعقد لتنفيذ هذه العملية في طهران، والقادر على ذلك هي إسرائيل. طيب، هذا الاغتيال إلى أي حد يجعل تحركات المسؤولين الإيرانيين وربما بعض المستهدفين لدى إسرائيل أكثر صعوبة ويقيدهم؟ هل من إجراءات تعطيهم المزيد من المرونة بالتحرك إذا ما كان الهاتف النقال سبب والعمليات الاستخباراتية سبب، وكل ما ربما كل تحرك يكون تحت السيطرة والمراقبة؟ كيف من الممكن أن يتحركوا؟ هذا سؤال مهم للغاية. في هذا السيناريو هؤلاء القادة عليهم أن يتفادوا استخدام الهواتف المتحركة. طبعا هناك من اعتمد على مدى سنوات طويلة على وسائل اتصال دون الهاتف المتحركة، وهذا أنقذ حياته، وهذا ربما ما ينطبق على إسماعيل هنية، ولكن ربما على القادة أن يلجأوا إلى استخدام وسائل أخرى، لأن استخدام الهاتف المتحرك يجعل معرفة موقع الشخص وكذلك اتصالات معروفة أيضا، وبالتالي فإن إذا ما استخدم الإنسان الهاتف المتحرك فقد ربما ينسق عملية إرهابية بطريقة أفضل ويتحرك، لكن يضحى أكثر عرضة لأي هجوم. إذن أعتقد أنه على المدى القريب سنرى عدد أقل بكثير من المسؤولين الإرهابيين يزورون طهران، لأن إيران لم تثبت بأنها قادرة على حمايته، سواء تعلق الأمر بقيادة الحوثيين أو حماس أو حزب الله أو غيرهم. هم لن يثقوا بإيران في صونهم وحمايتهم. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من واشنطن. كنت معنا سكوت أولينجر، الضابط المتقاعد في وكالة الاستخبارات الأمريكية. شكرا جزيلا.